طبعا يروي ربما من أجل استرضاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحاول أو طالبت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية كريستي نويم بقتل كلب الرئيس جو بايدن الذي تسبب بعدة حوادث عض راقت عدد من دماء عدد من أفراد الخدمة السرية في البيت الأبيض على حد تعبيرها. قالت نويم أن الكلب الذي تم نفيه الخريف الماضي من البيت الأبيض كان يستحق القتل.